انا طبعا انا الحمد لله ليا الشرف ان انا كنت موجود معاك يا كابتن، كنت بلعب وانت مدير كوره وعضو مجلس اداره تدريجيا، وتدرجت لحد ما وصلت رئيس نادي. كابتن حسن، يمكن الناس لما بتتكلم في بعض الاحيان كده بتقول لك ابتسارها على كلمه الاهلي فوق الجميع. انا عايزك انت اللي تقول للناس يعني ايه الاهلي فوق الجميع. يعني مصلحة النادي الأهلي فوق أي اعتبار لأي حاجة، سواء أفراد سواء مشاكل سواء أي حاجة، تدور على مصلحة النادي كويس. نعم. وهو لازم المصلحة اللي هي يعني تبقى أعلى من أي حد موجود. نعم. بما فيهم رئيس النادي. يعني مش زي ما الناس بتفسرها تقول لك إيه الأهلي فوق الدولة. لا لا لا. فوق الكيان بتاعه. عمرنا ما دخلنا في السياسة. يعني النادي الأهلي على مشروعي حتى وانا موجود رئيس وانا موجود مدير، عمرنا ما تدخلنا في السياسه. نعم. السياسه دي شق لابد انه يكون محترم في الدوله، ولازم نحترمه ولازم نمشي عليه. طبعا. فده بند، ده بند بعيد عننا خالص. ده يعني الاهلي فوق الكيان بتاعه اللي هو ولاده. الاهلي فوق الجميع يعني ايه؟ الاهلي يعني فوق اللي هو اعضاء مجلس الاداره، فوق الجماهير زي ما انت بتقول، فوق اللعيبه. كنا دايما مصلحة النادي. يعني انا بالمناسبه انا جيت لقيت السلوجان ده الاهلي فوق الجميع. انت جيت لقيته كده؟ كان قبل كابتن صالح ومشيت عليه يا كابتن حسن. طبعا. وهل اللي بعدك جه مشي عليه؟ مش كلهم يعني اصل بلا شك كل واحد بيبقى الزمن بيتغير. الزمن بيتغير وعنده رؤيه مختلفه شويه كده. انما في اطار بيمشي فيه. لازم بيمشي في لوائح ونظم، دي احسن حاجه كانت في النادي الاهلي. كان عندي لائحه لكل ما يخص شؤون الكوره كويس، من مدربين، من اداريين، من حتى عمال اللبس ملابس، من اللعيبه. كان في لوائح منظمه لنا.